أمسية وترية صدحت فيها آلة العود بنغماتها الشجية جمعت عشاق الفنون للاستمتاع بأداء عازف العود محمد بن سلطان الأغبري. الأمسية التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الموسيقى والفنون الشعبية حملت عنوان تقاسيم وترية، استعرض فيها الأغبري مهاراته وإمكاناته الفنية على آلة العود بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية العمانية والعربية بمصاحبة عدد من الآلات الموسيقية والإيقاعات. هدفت الفعالية إلى تشجيع المواهب المتقدمة في الغناء والعزف على الإبداع والتأليف الموسيقي من خلال تقديم أعمالهم وتجاربهم للجماهير.